السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ مبروك عواشركم، مبروك النص ان شاء الله يا ربي في رمضان. ايام الله كلها بحال بحال. كي دايرين؟ كي دايرين الوليدات؟ كي دايرين العزيزات؟ كي دايرين الميمات؟ كي دايرين العريسات؟ حالة المدنية كلها ان شاء الله. اليوم ان شاء الله عندي واحد الوصفه زوينه درتها والله اعلم الا راكم سامعينها وشايفينها. المهم هاد الوصفه ديال اوراق الزيتون درتها وعطاتني النتيجه تبارك الله، وصلى النبي ما عندي ما نقول. المهم الورق ديال الزيتون هانتوما بالنسبه اللي فيه السكر يشدهم وتبخو، هو ضروري تبخوه. اللي قال لك ما تبخوش كذب عليكم، الماء طايب ما يمكنش تكبوا عليه غير الماء طايب، ما تعطيش النتيجه الا درنا غير الماء طايب. وتعطينا واللي عنده الدروس تيضروه يمضغوا، تنضغ تمضغ زوين تعطي النتيجه، ولو تاكل غير جوج وريقات في النهار مزيانين يومين، جوج وريقات ثلاثه. والعيالات انتوما تشديه وتصيبيه وتغسلي به ملي سالي سالي من شبانه من كلشي، تشللي به شعرك، راه حاجه زوينه صراحه سيد ربي. والله القسم ما تنقول لكم الحاجه الا مضمونه 100%. دابا ان شاء الله انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش تديروا وكيفاش نشربوا. وانا راه ما عطيتوش لكم تبعوه غير 15 يوم، غير 15 يوم تبعوه السكر وعمرو قبل ما تبداو تشربوه وتشوفوا النتيجه كيفاش دايره. دابا ان شاء الله انا غادي ندير معكم الطريقه الاولى، غادي نهزو نغسلو. ها هو ان شاء الله الورق الزيتون ديالي هو هذا، غادي نشدو وغنديرو بحال هكا، غندير غير القياس ما نشرب غير 3 ايام ونعاود نديرو. تبارك الله الورق الزيتون موجود هانتوما هكا، راه الدواء كاين الحمد لله، والله الا كاين الدواء وما يضرك لا في المعده لا والو. بغيتو تشربوه في الصباح شربوه، تشربيه ورا الماكله شربوه، تتعشاي وشربي كويس، رمي وريقات في فمك ومضغيهم راه زوينين زوين. انا تنكون غادي عا في الطريق وتنمضغ تناكلو، نمضغو هكا حتى تنمس داك الما ديالو وتنلوح داك سميتو، وديرو في هكايا في القرعه ديال الدجاج وتشربوه. وفي نظري المقراش اللي فيه الوراق ديال الزيتون يطيب بحال هكا، هانتوما ها بحال هكا يطيب. دابا غادي نطفي عليه، ها دابا ان شاء الله هذا هو هي الوصفه ديالي ديال ورق الزيتون على حسب السكر. انا تنقول لكم شربوا ورق الزيتون، راه زوين للسكر، زوين للسرطان، زوين للدراس. وواحد القضيه واحده اخرى، العيالات ملي تسللو داكشي غسلو به شعركم. دابا ان شاء الله بحال هكا هانتوما، ها الشكل ديالي تاي هكا تندير ليه هنايا، هانت بين مزيان هانتوما ها، ونديرو هكا نتوما بحال هادي. راه ماشي هادي، قلت سمعوا الورق ديال الزيتون وديروا الورق ديال الزيتون طيبوا مويها طيبه وخويوها عليه بحال هاد الشكل هكا، وتصنتوا للدكتور الله يجازيه بخير، الدكتور اللي تيهضر على الاعشاب تصنتوا له وتشوفوا اش يقول لكم. الا خاصو يغلى بحال هكا ويطيب بحال هكا وعادي يمكن ليه تيعطي النتيجه، ولكن راه الا ما الا تخوي ليه الماء طيب ما تعطي حتى النتيجه، ما تعطي حتى المروره. وديما اي حاجه بغيتو تشربوها كونوا واكلين. دابا بحال هاد الورق الزيتون كونوا واكلين، كولوا، راه تيطيح السكر، تيطيح الكوليسترول، تيحيد بزاف ديال الحوايج، راه ماشي غير السكر، بزاف زوين 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 ومفيد. وانا والله ما تنوريكم الحاجه الا تنديرها وتنستافدها عادي، ممكن تنوريها لكم. انا ما يمكنش نوريكم الحاجه الا ما درتهاش،
ونتمنى من الله تبارك وتعالى كاع اللي فيه سكر. وكاينه ثاني واحد الطريقه اخرى تقدروا تطيبوه بحال هكا ثاني، اللي ما بغاش يشربوا، اللي ما بغاش يشرب طيبوه بحال هكا وتخلوه تيبرد في القياس وتحطوه فيه وتكبوه في فانيو وتحطوه فيه رجليكم، حتى هي حتى هي مزيانه 100%. ماشي غير الشرب هو اللي كاين، تا تحطوا فيه حتى رجليكم راه مزيانه، يعني راه تيصلح لاي حاجه. ونتمنى من الله تبارك وتعالى هاد الفيديو يعجبكم. انا راه غتشاركته معكم، حاجه تنديرها وتجيني مزيانه نشاركها معكم. ونتمنى من الله تبارك وتعالى هاد الفيديو يعجبكم ونكون خفيفه على قلوبكم.